لما نقول رزق الله على ايام الليره بنكون عم نحكي عن ايام حلوه، بنكون عم نحكي عن ايام حلوه اقتصاديا، عم نكون عم نحكي عن ايام حلوه بهيدا البلد يلي نحن عايشين فيه. ولكن اذا انتقلت نفس العباره الى فرقه موسيقيه فاكيد بنكون عم نحكي عن ايام حلوه بعالم الموسيقى وبعالم الفن. هيدا يلي عم بيعملوه الشباب اللي موجودين معنا بالاستوديو واللي هن اعضاء فرقه ايام الليره. اهلا وسهلا فيكم شباب. اتيان ابو حيدر، انتم تسعه بالفرقه ولكن في جزء موجود معنا. انا رواد، ما هو اتيان. كيفك اتيان؟ اهلا وسهلا فيك. نسي. رواد، رواد، اذا بدنا نحكي عن فرقتكم، فرقه ايام الليره، اي متى تاسست؟ كيف اجتمعتوا انتم كلكم هالشباب؟ نحن من شهر على الاقل تقريبا كان صار لنا البند مع بعضنا شي سنتين عم ندق. كل واحد منا تعلم موسيقى لوحده وله زمان عنده خبره بالميوزيك، يعني لوحده بباندات لوحدهم، كل واحد شغله الخاص. يعني بالنهاية اجتمعنا من شي سنتين مع بعضنا، كنا ثلاث أو أربع أشخاص وصار يفوتوا واحد واحد من أصحاب لمعارف، صرنا باند كبيرة. طيب أيام الليرة، يعني مين طلع بفكرة أو بكونسبت الفرقة يلي هي فرقة ما فيها غنى؟ يعني هذا يلي بدنا نوضحه بأنه أنتوا ما معكم حدا بيغني، أنتوا بس بتعزفوا موسيقى. عادة بتكون الفرقة هي ورا الفنان والستار بيكون الفنان. هالمرة أنتوا عم تكونوا أنتوا الموسيقى هي الستار. صح، نحن عادة كنا نحضر من زمان على التلفزيون مثلا تشوف حدا من الفنانين عم بدق والموسيقية كلهم وراء، عطوا الأهمية للفنان والموسيقية ما حدا بيعطيهم أهمية. وبعدها لليوم هيك يعني عند كل الفنانين. فنحن قررنا بهيدي الباند تبعنا إذا بدك بهالطريقة، نحن مندق والعالم بتغني معنا، هيك الأساس إذا بدك بالفرقة هن الموسيقية اللي عم بدقوا معنا، بتبين قوة كل واحد من الموسيقى تبعه قد إيه بضايع عم بدقوا هيك. وبتصيروا أنتم كمان النجوم، يعني مش الفنان هو النجم، عم تكسروا القاعدة. صح 100%. طيب كمان قاعدة تانية عم تكسروها يلي هي مش بس إنه الموسيقى هي تكون الأساس، ما يكون في فنان عم بيغني، إنما أيضاً كمان إنه عم ترجعوا للزمن الجميل، يعني أنتم ما في شيء أنتم بتألفوه أو شيء جديد أنتم بتقدموه، فقط اغاني قديمه او صح. موسيقى قديمه. نحن هلا عم نعمل بعدنا كفرز لايام زمان، موسيقى مثل فيروز وديع صافي والى اخره، بس نحن عندنا مشاريع كثير عم نحضر موسيقى لنا وكليبات لنا وكل شيء، يعني الخير لقدام مشاريع. يعني بلشتوا بفكره أكيد. ايام الليره انه راح تكون أكيد. الاغاني بس اكيد راح يكون ستيلنا مثل ايام زمان، يعني ذات انواع الانسترومنتس عم نعوزهم وراح يضلنا بدك ستيل الموسيقى قديم يعني. طيب انتم تسع اشخاص؟ نعم تسع افراد. نحن متراوح بين 8 و10 حسب الايفنت اللي بنكون فيه. ايام بنزيد ايقاع، ايام بنزيد سولويات، بس الاساس نحن موجودين هون اساس الباند. طيب وايام الليره نسبه مثل ما قلنا، لانه مين اللي طلع باسم الفرقه؟ شاب رفيق كنا قاعدين نحن مع بعضنا، بنوجه له تحيه عبر الشاشه، اسمه جوان صقر. هو ساعدنا كثير باللوجو تبع الباند، بالصوره تبعنا وباسم الباند. شو أول شيء عزفتوه لما اجتمعتوا هيك؟ أول يعني معزوفة اتفقتوا عليها، تمرنتوا عليها، قدمتوها؟ سؤال صعب كثير، صعب علي يعني. أكيد أكيد أشياء كانت بلشت معنا فيروزيات، يمكن راجعين يا هوا، كنا أنا مزبوط راجعين يا هوا. تتذكروها؟ تبع فيروز. تتذكروها؟ مش كثير هلا. مش مرنين عليها. طيب إذا بدنا نسمع المشاهدين نبلش هيك نسمع شيء، لأن أكيد تحمسوا المشاهدين بأنهم يرجعوا لأغاني بحبوها كثير ويسمعوها من شباب، يعني هون كمان أهمية رح نحكي عن هيدي النقطة بعد شوي. شو رح تسمعونا؟ عاملين مثل مدلة صغيرة، نحن حاطين كذا غنية فيها هلا منكم لوحدكم بتعرفوها. يعني بس بدي أقول للمشاهدين بأنه نحن تركين الحكي مع شخص معين، مع رواد، بس لأنه كتار، فإذا كل واحد حكي راح تضيع. بس أكيد يعني مع الاحترام لكم جميعا. تفضل. يلا هنبلش. كيف عندك؟
مرحب فيكم من جديد بالجزء الاخير من حلقتنا لليله من برنامج اوتو مع اجواء موسيقيه جميله جدا بترجع فينا بالزمن، الزمن الجميل، زمن الطربه والفنانين يلي بنحبهم وربينا على اغانيهم، وبعدنا لليوم بنستمتع بانه نسمع موسيقتهم مع فرقه ايام الليره. رواد، يعني لما تكونوا عم تعزفوا قديش الجيل الجديد عم يتفاعل مع هالاغاني يلي قديمه وبتحسوهم عم بحبوها لهالاغاني؟ ليك صراحه نحن اول ما بلشنا البان كنا متوقعين الجمهور تبعنا رح يكون اكتريته عالم كبيره فوق ال 40 50 سنه، بس تفاجئنا اول مره جينا عم ندق كان اكتريه العالم من اعمارنا او اصغر كمان عم بيغنوا معنا الاغاني اللي ما كنا متوقعين ابدا انه يغنوها. تفاجئنا يعني. طب كنت عم تقلي بانه مع الوقت او في مشروع بانه تعملوا ميوزك خاصه فيكم، هل ممكن تنزل ترجع بعدين بالبوم؟ هيدا مشروع بعدين كثير بعيد، هلا بعدنا عم نعمل اغاني كل واحد لوحده يعني سينجلز اذا بدك. حلوين ميوزك بس. ايه ميوزك بس ببينوا فيها تكنيكات كل شخص منه وين عم يلعب يعني، وكمان راح تكون بتحمل هيك نفس الهويه يلي هي الاغاني يلي فيها صح انسترومنتس قديمين يعني مثل البزق مثل ما شايف، معنا كمانجا كمان هلا منه موجود بيلعب كمان كثير شاطر، راح يبينوا هلا بالاغاني تبعنا اللي عم نعملهم. طيب يعني فينا نعتبر انه انتم فرقه رسميه يعني منا فرقه هيك شباب عم يتسلوا، لا خلص اخذينا مثل مشروع لكم. صح كنا مبلشين نحن كفرقه هيك تسليه بين بعضنا، بس ما بعرف كيف صرنا هون وانبسطنا فيها فرح نكمل هيك. على كل حال شيء ببشر بالخير بانه هيك يكون في شباب شكراً. حاطين عقلهم براسهم يعني انه بالفعل اخذين الموسيقى مثل رساله، يعني مش انه عم يروحوا نحو الموسيقى اللي هي سريعه وبس التجاريه. رواد، هيك السؤال الاخير هو حول الاغاني اللي عم تختار ومين بيختارها يعني، او بتنقوا كل شيء حلو قديم كل واحد منا ما في هيك حدا شخص معين بينقش الاغاني، حدا منا حابب يدق هالغنيه قديمه بنتفق عليها كلنا من وزع بعضنا ومن دقة، ما في عنا ابدا مشكله بالاغاني. وين عم تعزفوا هلا؟ نحن هلا عنا ثلاث مطارح ثابتين يلي هن ببيسترو بار بالحمرة، بالخميس ببابليسيتي بكلاود 7، والاربعاء بكافيه عزمي بيورجواي ستريت. حلو داونتاون. حلو، يعني عم بتكونوا باماكن ثابته، موفقين ان شاء الله. شكراً. يعني ان شاء الله هيك كمان حتى الفن كله بيضل بهالمستوى الجميل اللي انتم عم بتقدموه، والختام رح يكون كمان معكم. يلا ميرسي. يعطيكم العافيه الفرقه الموسيقيه ايام الليره، ومنتابع معكم من ايام الليره.